أهلا بكم مشاهدينا. نتحول مباشرة إلى بغداد والمؤتمر الصحفي للمفوضية العليا للانتخابات في العراق، طبعا لإعلان النتائج النيابية التي جرت في 7 من الشهر الجاري. إذن مشاهدينا، نحن بانتظار إعلان النتائج للانتخابات العراقية التي جرت في 7 من الشهر الجاري. نحن الآن ننقل لكم مباشرة من قاعة الزوراء في فندق الرشيد في العاصمة العراقية بغداد. ننقل لكم مباشرة من هذه القاعة المؤتمر الصحفي الذي من المفترض أن يتم فيه خلال هذه الأثناء وبعد دقائق الإعلان عن النتائج النهائية ولو الأولية النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية. طبعا رئيس المفوضية كان أعلن للعربية أو ذكر للعربية في تصريحات خاصة وحصرية بأنه التنافس بحسب النتائج الأخيرة تنافس شديد بين القائمة العراقية وقائمة ائتلاف دولة القانون، والفارق كما ذكر هو ضئيل. إذن ما زلنا بانتظار الإعلان الرسمي من قبل المفوضية العليا للانتخابات. إذن مشاهدينا، تابعنا معكم مباشرة من بغداد الإعلان الرسمي للنتائج النهائية للانتخابات العراقية، هذه النتائج التي تم التصويت عليها في 7 من الشهر الجاري. طبعا كان هناك كلمة في البداية فيما يتعلق بالشكاوى والمشاكل التي وردت. ذكر رئيس مجلس المفوضية بأن هذه المشاكل والملاحظات بالتحديد التي جاءت من رئيس الجمهورية السيد جلال الطلباني والسيد نوري المالكي رئيس الحكومة أخذت بعين الاعتبار من خلال آليات متعددة. ممثل الاتحاد الأوروبي أشاد بمشاركة العراقيين، أشاد بالانتخابات، وذكر بأنه لا توجد هناك انتخابات مثالية بدون شوائب. كان هناك شوائب، لكن فيما يتعلق بشوائب ذكر بأنها ضمن المعايير المطلوبة. على كل حال كان هناك كثير من التوقعات حول هذه النتائج النهائية. يبدو أنه المنافسة في هذه الانتخابات بين العراقية ائتلاف دولة القانون وأيضا الائتلاف الوطني العراقي، كان هناك نوع من المقاعد ذهبت أيضا إلى ائتلاف وحدة العراق، مقاعد محدودة ذهبت إلى التوافق العراقي. يبدو بأن هذه النتائج كانت نوعا ما قريبة من ما أعلن قبل هذه النتائج الأخيرة.